محافظة المنوفية شهدت امبارح تسليم 3825 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة، وده كان بحضور وزير القوى العاملة. كمان تم تسليم كراسي متحركة وماكينات خياطة للمتدربين الراغبين في إقامة مشروعات ضمن مبادرة مصر بكم أجمل. نتعرف أكتر على تفاصيل معانا على التليفون الأستاذ علي حامد، وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية. صباح الخير عليك، أهلا وسهلا بيك أستاذ علي. صباح الخير يا فندم. استاذه منى، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. بدايه خلينا وشعب مصر العظيم بخير، كل سنه وحضرتك بالف صحه وخير يا رب. خير وطيبين يا رب، ربنا. خلينا نعرف كده التفاصيل بقى اللي بتشملها وثيقه التامين التكافلي للعماله غير المنتظمه اللي تم تسليمها بالامس. هو حضرتك شرفت معالي الوزير بامس توزيع شهادات تكافل على العماله غير المنتظمه. عدد العمال كان 3825 شهاده. تفضل معالي الوزير بتسليم جزء من الشهادات، واحنا ان شاء الله بدورنا هنقوم بتوزيع باقي الشهادات على العمال في مواقع العمل. حصرتوهم ازاي ولا هم اللي تقدموا ليكم؟ لا يا فندم، احنا حاصرينهم من مواقع العمل ومسجلين في قاعده بيانات المديريه. تمام. العماله غير المنتظمه، قاعده بيانات العماله غير المنتظمه. الوثيقه التامين التكافلي دي بتغطي حالات الحوادث، الحادث الجسيم، حالات الوفاه، حالات العجز الكلي، العجز الجزئي بقيمه الشهاده 200,000 جنيه. تغطي الحالات اللي هي المذكوره دي حضرتك. كويس قوي. مدفوعه من قبلكم؟ مدفوعه من قبل وزاره القوى العامله. تمام. صندوق العماله غير المنتظمه. اكيد. طيب احنا في كمان ماكينات خياطه تم تسليمها للناس الراغبين في عمل مشروعات ضمن مبادره مهمه وهي مصر بكم اجمل، لو عايزين نعرف ازاي او شروط تسليم هذه الماكينات. حضرتك كنا عملنا شروط تسليمها بالنسبه للموجودين عندنا، احنا عملنا برنامج مصر بكم اجمل من فتره، وكان من ضمن البرنامج كان في ناس اللي هم تقدموا في البرنامج. كنا اعلنا عن البرنامج التدريبي لبرنامج مصر بكم اجمل، وعملنا البرنامج حضرتك، وكان في ناس من الحالات اللي هي عاوزين يعملوا مشروعات خاصه، فكان من ضمن المساعدات الموجوده ان احنا قدمنا لهم مكن خياطه، وفي حالات اللي هي الاقل شديده كنا مقدم لهم كراسي متحركه. استاذ علي، انا عايز اعرف انتوا بتوصلوا للناس ازاي؟ يعني احنا عارفين ان اهالينا العماله غير المنتظمه بتبقى كده على الله، يعني مش متابعه قوي السوشيال ميديا، مش متابعه قوي التلفزيونات، يعني الناس بتبقى خارجه من فجر ربنا تشوف اكل عيشها، فمش بتبقى مهتمه قوي بفكره الاعلام. بتتواصلوا معاهم ازاي؟ هل بتروحوا لهم؟ هل بتعتمدوا على ميديا؟ وبنعمل اعلان عندنا في المحافظه، في ديوان المحافظه، وفي الاماكن مكاتب العمل التابعه للمديريه، نقول نعلن عن البرنامج وبنتقدم الناس، بنعمل في البرنامج بنعده في مكان معين. ايوه استاذ علي، هم مش بيقروا اللي موجود في ديوان المحافظه. هل في حد بيروح اماكن تجمعاتهم؟ يعني مثلا في اماكن للعماله اللي شغاله في البناء او للي شغاله، بيبقى في اماكن تجمعات الشباب بيبقوا قاعدين فيها مع بعض، وهل في حد مثلا بيروح لهم؟ هل امام الجامع؟ هل المسؤول عن الكنيسه؟ هل في وسائل مختلفه بتتبعوها؟ وسائل الاعلام عندنا السوشيال ميديا، وعن طريق القرى، مساجد في القرى والكنائس اللي عندنا، بنعلن عن البرنامج التدريبي، بيتقدم لنا الناس فعلا وبنحصرهم وبنبدا البرنامج بتاعهم التدريبي. تمام. بقى عندنا قاعده بيانات دلوقتي يا فندم. احنا بننزل في مواقع العمل لحصر الايه؟ العماله الموجوده في مواقع العمل، العماله غير المنتظمه، بنسجلهم وسجلهم في قاعده بيانات، ونتواصل مع الايه؟ الشركات المتعامله معاهم، بنسجلهم فيها تبع للشركه اللي تابعه ليها، وبنبدا ندخلهم في البرنامج الايه؟ العماله غير المنتظمه بالنسبه للمنح الدوريه اللي بتصرف لهم، والاعانات، اعانات صحيه، رعايه صحيه واجتماعيه، عظيم. المنح الدوريه اللي بنقدمها لهم. طيب هل في اعمار معينه؟ لا يا فندم، من 18 سنه ما فيش سن معين. طيب يعني في مجال ان الباب يتفتح تاني علشان الناس تقدم تاني؟ البرنامج موجود، احنا خلصنا برنامج ومستمرين في برنامج مصر بيت مؤجل لذوي القدرات الخاصه لو قادرون باختلاف، والعماله غير المنتظمه شغالين على طول على مدار العام، شغالين حصر في العماله غير المنتظمه وبنسجلهم في قاعده البيانات. اكيد. طيب احنا بنديهم تسهيلات ايه عشان يبقوا عارفين انهم مستريحين غير التامين؟ ايه تاني اللي ممكن هل بيتدربوا بشكل معين؟ هل بعد التدريب بيتم بقى شراء المنتج بتاعهم؟ يعني بيحصل ايه علشان نطمن ان الناس دي عارفه تستفيد من الخدمات اللي بنقدمها؟ فرص عمل حضرتك، في فرص عمل فعليه بالنسبه لقادرون باختلاف، بنوفر لهم فرص عمل في اماكن العمل على حسب طبيعه العلاقه الموجوده، او بنوفر له عمل من المنزل الاعاقات الشديده، بنوفر له عمل من المنزل، هو بتروح منشاه وبنسجله فيها وبنتابع حالات التسجيل بتاعتهم، والايه؟ بنحرر لهم عقود عمل، وبيتقاضى الاجر بتاعه عن طريق المنزل، نعمل له فيزا وكده وبيطلع من المنزل. عظيم. ده على اساس قادرون باختلاف.
طيب نروح التأهيلي بتاعهم حضرتك، بنعمل برامج، الوزاره بتجي لنا نعمل برنامج، بنعد برنامج تدريبي في مجالات العمل ورياده الاعمال، بحيث يبقى يعني مؤهل لعمل ايه؟ لعمل مشروع خاص بيه. اللي حضرتك بيرغب في عمل مشروع طبعا احنا في تعاون بينه وبين الصندوق الاجتماعي وصندوق المحافظه، اللي بيقدر يتقدم عاوز يعمل مشروع بيتجمع واحد او اثنين، يبدا يجيب له مكنه خياطه، يجيب له مكنه تصوير، يجيب له مكنه تغليف، يعني بحيث يبدا نشاط مشروع صغير خاص بيه، مش فرصه عمل. عظيم. طيب عايزين نروح لموضوع تاني، يعني تم تسليم عدد من الشيكات الماليه للاهالي طبعا المتضررين من او لضحايا كمان حادث معديه اشمون. عايزين نعرف ازاي تم ده وقيمه المبلغ كام؟ هو حضرتك احنا مجرد علمنا بحدوث الحادث تاكدنا ان العماله دي عماله غير منتظمه وكانت غير مسجله في قاعده البيانات عندنا، كانوا اعمار صغيره من 18 19 مسجلين في قاعده البيانات. اما حصل الحادث تواصلنا مع معالي الوزير، عرضنا عليه الموقف، مع الوزير وافق ان احنا نصرف اعانه لكل حاله وفاه 10,000 جنيه، كانوا عندنا 8 حالات في معديه اشمون حالات الوفاه. مع الوزير صدق على صرف اعانه 10,000 جنيه لكل حاله بمبلغ 80,000 جنيه اجمالي الحالات. اكيد. الاستاذ علي حامد وكيل وزاره القوى العامله بالمنوفيه، شكرا جزيلا.